دكتور؟ هل تأكدت فعلا؟ أنت جاءكم فاسق، نعم اللي جاءكم كان فاسق، إن ربنا قال إذا جاءكم فاسق فتبينوا، هل تبينتم؟ أسألوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم، أنتم ممكن لو باقي أعمالكم تكملوا في التوبة الله أعلم، ربي يتوب عليكم والله ما يتوبش عليكم. لكن والله إني أكد لكم إن الدماء اللي سالت وأشلاء الأطفال اللي قلت عاد إنها حتجيبكم يوم القيامة بدمائها وبكل شيء وحتحاسبكم قدام رب العالمين. إيه إحنا نثق في عدالة السماء، ولو إن كانت عدالة الأرض غير موجودة، لكن الحمد لله إن في عدالة السماء وحتنصفنا منكم جميعا. لكن أنا أوجه كلامي للمشايخ الأفاضل الذين لا يعلمون. يا اخواننا والله اللي يجري في ليبيا الا تقتيل، اقسم بالله العظيم لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. يا اخواننا هل علمتوا ان المشايخ في ليبيا يفتوا للمتفقه هذه العصابات المسلحه باغتصاب النساء؟ يا اخي ما دامت انت تفتي باغتصاب النساء تعال انت الاول قدامها واغتصب مرأة وخليهم يتبعوك بعدين. تعال انت قدامها واذبح مسلم، خليهم يتبعوك. انت من المشايخ اللي تفتوا. ايه تعالوا قدامهم هذول اغتصبوا واقتلوا وخلهم يتبعوكم بعدين. وانتم الليبيين يلي بكتوا عقولكم وركبوا لكم دسكه اسمها هذول ناسكم مش من دمكم من لحمكم، كيف تقتلوا فيهم بقنابل العدو، بقنابل الصليب، بقنابل الكفار، بقنابل اليهود؟ شو اللي حل بيكم؟ شو اللي صار لكم؟ وين عقولكم؟ فيقوا وين عقولكم؟ وين ماشيين؟ وين الخراب والدمار يا اخي؟ الفساد. ارجعوا لكتاب الله، ارجعوا للقران، خليكم من المشايخ ومن جاي المشايخ، خليكم هذول فساتهم، هذول عليهم بلاء من رب العالمين حتشوفوه ان شاء الله. هذول غير ينجي ارواحهم هم قبل. خليهم في حالهم، هذول خليهم بيني وبين ربنا، ربنا كفيل بهم باذن الله تعالى، واحنا يعني وكلنا ربنا فيهم وربنا ادرى بهم. اما انتم يا اخواننا شوفوا الاقوام اللي قبلنا اللي ذكرت في القران، قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط، قوم لوط ليش ربي دمرهم؟ ليش ربي فناهم؟ يا اخي بعد ما اكثروا الفساد في الارض، بالله عليكم افعالكم انتم اللي تو تديروا فيها، وين من افعال الاقوام هذه؟ انتم كل شيء حرم الله رب العالمين في القران الكريم تفعلوا فيه تديروا فيه. شوفوا كتاب القران حرم قتل المؤمن بغير حق، انتم تقتلوا فيهم الان يعني كانكم تحدث رب العالمين. تزنون وتغتصبون النساء المؤمنات اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ويقوموا بكل فرائض رب العالمين تغتصبوا فيهم. وقالوا لكم هذول صبايا حرب وحلال عليكم. بالله عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الاوائل حتى في غزواتهم مع الكفار، مع الكفار والصليبيين ما كانوش يقوموا بالاعمال هذه، تجي انتم تقوموا بها مع اخوانكم المسلمين المؤمنين اللي يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. تحرقوا في البيوت تسرقوها وتحرقوها وتشوفها النار، هذا الدمار اللي درتوه في كل المناطق، هذا مش فساد، هذا مش كل اللي هي عنا رب العالمين. وين عقولكم؟ وين؟ كيف يقول لكم المؤمنات المسلمات التائبات يقول لكم هذه صبايا حرب وحلال عليكم؟ كيف يقول لكم الاطفال والنساء ايه هذول اعداء المؤيدين اقتلوهم؟ بالله عليكم وين عقولكم؟ وش اللي حتقول يا رب العالمين غزوه لما تجوا بين يديه؟ نعم حتقول لنا فتن الشيخ فلان او فتن الشيخ علان يقول لك كويس، مش في القران معك كتاب الله اللي حافظ رب العالمين الى يوم الدين؟ ايه خيك ما رجعت له، خيك ما قلت اللي فيه. اقرا اياته كلها حد اشهد عليك، كل ما موجود في القران عكس افعالكم تماما، وافعالكم كلها عكس ما هو موجود في القران. فيقوا 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 فيقوا، خليكم من الالعاب السياسيه، في ناس ربي كاتب عليها ان تكون من اصحاب النار، فما تجركمش وراها يا ناس، ما يجركمش اللي طامعين في الدنيا، اللي طامعين في رزق دنيا، اللي طامع في حكم، اللي طامع في سلطه. ما يجركمش، انتم مستخدمكم ادوات لي، انتم ادوات بالله عليكم هذول، انتم اللي تموتوا كل يوم في الجبهات، اللي تموتوا كل يوم وضحوا بحياتكم وضحوا بها من اجل الناس.
سنين وجين بس قاعد يضربه هو بكرسي الحكم ويحكم من اجل شخص كل هدفه ومطامعه دنيويه. يا اخي اذا كان هو هيك اجي قاتل معكم خشوا الميدان. ليش انتم تقاتلوا عنا؟ ليش انتم تموتوا عنا؟ نعم. فيجو يا اخوتي الليبيين فيجو. فيجو والله يرحم والديكم فيجو. تدمر في اهلكم معكم. والله تدمر في اهلكم وناسكم. والله والله اللي تديروا فيه ما عنده علاقه لا بالدين، اقسم بالله ما عنده علاقه بالدين. كل واحد يقعد يفكر بروحه ويشوف افعاله هذه اللي يديرها. هل هي ترضي رب العالمين؟ هل هي كانت من افعال سيدنا محمد؟ هل هي كانت من افعال الصحابه؟ فيجو فيجو فيجو. انتم تقولوا الله اكبر وانتم يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، كيف تكتبوا في اهلكم وفي ناسكم وتكبروا معها؟ والله انكم في ضلال ضلال.